بقلب أم البواقي وبالقرب من المحطة البرية الجديدة تعيش عائلة حمري ظروفا صعبة، فحسان بالكاد أجره يغطي تكاليف كراء البيت الذي يسكنه، وهو في حالة لا تليق بأسرة متكونة من 6 أفراد. ومطلبي الوحيد والأول والأخير هو السكن، نطالب سيادة الوالي يعني يمد لي السكن لولادي. والله يعني احنا مغبونين خلاص، يعني الأولاد مرضى، والله هذا هو السبب، المطلب الأول والمطلب الأخير. والله ربي اللي يعمل، المدخول تاعي محدود، الشهرية تاعي نجيبها نمدها للكرا. خديجة، عبد الرحمن، نوح ومتوائم، الثلاثة الذين رزق بهم البيت العائلي لحسان، والحاجة الماسة لتوفير الضروريات لهم لا توازي الإنفاق على ابن واحد، وهو ما جعل الرجل يتخبط بين البحث عن سكن قار أو الجلوس مع زوجته لمساعدتها. أنا أم 3 أم، نطلب من سيادة الوالي يعطيني السكن لولادتي مرضى، ونشكر محسنين ونشكر مدام سكينة بزاف خلاص اللي عاونتني، وما ننساش الفضل يعود لمدام سكينة، هزتني ولقيتها في الغبينة. مطلب مشروع ينتظر استجابة من السلطات، وحالة عائلة حمري بأم البواقي بحاجة إلى تقديم يد المساعدة من محسنين وأصحاب قرار.